الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو بدنا نتعرف على الشيء اللي اسمه replacement algorithms، كيف اني اعمل replacement لما set تكون full من البلوكس وبدي اضيف بلوك ثاني وفي شيء له مجال في الست، فاي بلوك اطيره واحطه محله. هذه الفكره. فطبعا مش مطلوب منكم تفهموا شيء، هل كيف في المثال راح يتوضح الامور. ليش هذا جاي؟ تمام. انا عندي كاش فيها 4 ست، هو يعني 2 way كاش. 2 way معناها هاي way وهاي way، تمام. وعندي 4 ست وبدي اضيف عليها من المين ميموري، هذه المين ميموري بلوكس بهالنمبرز، هاي بلوك 1 بلوك 2 بلوك 0 بلوك 4 بلوك 0 بلوك 8، تمام. طبعا هاي مين بتكون مطلوبة من السي بي يو، هاي السي بي يو بيكون مثلا بدي بلوك 1، فبتروح تشوف هل هاي اول اشي السي بي يو بده بلوك 1، هل هو موجود في الكاش؟ لا، فاضي الكاش، فبدي اروح اجيبه منين؟ من المين ميموري، هي جاب 1 في اي مكان احطه. بما اني عندي 4 سيتس معناها 1 مودولوس 4 تساوي 1، فهي ست 1، بحط التاج تاعه بحط بلوك 1. طبعا التاج لكل انستراكشن فيه، يعني كل انستراكشن ممكن يكون لها تاج مختلف، هو بيجيب مجموعه من الانستراكشنز، تمام. كل انستراكشن فيه لها تاج، فبحط كل واحده مع التاج تاعها، تمام. فعشان بس نسهل بدناش نحط تاج، خلص بنحط الرام. بس فاهمين كيف ان كل انستراكشن بيكون لها تاج، هو بيجيب جميع مع التاجز تاعه وبحطهم. بعد بدي 2 مش موجود طبعا، فبدي 2 مودولوس 4 تساوي 2، فبحطها ب 2. بعدها بدي 0، 0 مش موجود ولا هي بروح على 0 مش موجود ولا شيء، فبحط 0 مودولوس 4 بتساوي 0 وهي 0. بعدها طلب 4، 4 مودولوس 4 بتساوي 0. طبعا كل مره بنقاش في الكاش بنسميها مس، فجميع هذول مس. لقيت الاربعه هاي اللي كها برضه مس، هاي حط 4. بعدها 0، هل 0 موجوده؟ بروح على ست 0، هل في تاج مثل التاج تاع الزيرو هذا؟ احنا شايفينه بالنظر 00، خلاص متاكدين انها هي. بس لو كان فيزيكال ادرس بنروح بنشوف هل التاج اللي انا بدي اياه، اللي بدي اياه السي بي يو، نفس التاج اللي مخزن هان او لا. لو نفس التاج خلاص ممتاز، باخذ الشيء اللي بدي اياه. مش نفس التاج معناها شو؟ مس، تمام. فالزيرو هيت معناها هاي هيت، خلاص مش داعي اسوي شيء، ما دام هيت باخذها من هان، يعني هو السي بي يو بيجي بمسكها من هان وبيعالجها مباشره، بروحش على المين ميموري، هاي الفكره. وبعد الثمانيه، الثمانيه هيست هيت ولا مس؟ مش موجوده صح؟ معناها مس، معناها طب وين مكانها؟ ثمانيه مودولوس 4 وتساوي برضه 0. طب فللت الست 0، فللت شو اعمل؟ اما بستبدلها ب 0 او بستبدلها ب 4، لان خلص يعني بدي احطها بالكاش، ضروري لازم احطها بالكاش. بستبدلها ب 0 ولا بال 4؟ في تو الجوريزمز، في الجوريزمز فيست ان فيست اوت. شو معناها هاي؟ بتقول اول واحده دخلت بدي استبدلها فيها، يعني اول واحده دخلت على هاي الست اني اول شيء دخلنا 0 صح؟ بعدها جت الاربعه. طب الزيرو هاي شو وضعها؟ هاي ما دخلتش فيها اشي، هاي بس طلبت لقيتها وخلص اخذتها. بس اني اللي دخلت في الاول، دخلت في الاول الزيرو اللي اول واحد دخلناها، بنمشي هيك اول واحد دخلناها على الست هي اللي فيست ان. هي فيست ان معناها هي لازم تكون فيست اوت، معناها بنشطب الزيرو وبنحط 8. فلو بعدها جا زيرو بكون مس مش موجود، فبدي اروح احط محل اللي فيرست انني الاربعه، فلو كان اجى زيرو بعدين، تمام. هاي اول الجوريثم اسمها فيرست ان فيرست اوت. ثاني الجوريثم رجع زيرو. ثاني الجوريثم اسمها واللي هي مستخدمه، يعني هاي مستخدمه فعليا وحتى في الكمبيوترز اليوم هاي مستخدمه، اسمها ليست ريسنتلي يوز. شو فكرتها ليست ريسنتلي يوز؟ بتقول اخر واحد استخدمته
معناها هو احتمال اكبر انه يرد يلزم، فبديش اشطب الزيرو لاني هاي يعني مش هاي اجي الثمانية باجي بحط خط وبطلع، بحط خط وبطلع من الثمانية وبطلع طول. شفت الزيرو صح؟ الزيرو شفتها معناها ما عدلاش زمان جاية اصلا، تمام؟ معناها بديش استبدلها لانها ما عدلاش زمان الساعة جاية، فبمشي معناها بديش استبدل الزيرو. ظل اشي ثاني في الست، يعني اذا بديش استبدل الزيرو انه ظل في الست مش بدي استبدل الاربعة، معناها احط الثمانية مع الاربعة. لو كانت فور واي هي مثلا، تمام؟ وكان هاي 0 4 8 16 ويجي 24 فرض، محل مين استخدمها؟ لو كان مثلا هي 0 0 16 14 8 مثلا هي، تمام؟ بطلع طلوع هاي جتني 24، بطلع طلوع. طبعا ممكن هون تلاقي ارقام ما لهنش خص، يعني مثلا 14 مش بزيرو فبتجاهلها ولكنها موجودة، بس الأرقام اللي الست تاعتن زيرو، فهي زيرو معناها بديش هي استبدلها، بديش استبدل الزيرو، بديش استبدل الستاعش، بديش استبدل الثمانية، معناها اللي ظلت لازم استبدلها الأربعة، تمام؟ فبستبدل الأربعة وحط الأربعة وعشرين. هاي شو اسمها؟ least recent use. first in first out بمشي مش هيد من نازل لفوق، بمشي العكس من فوق لنازل، أول واحدة انحطت في هذا الست هي اللي بستخدمها. That's it. بس هي. فهي two algorithms في replacement. ما بعرف إذا بلاك عندي إشي نشوف سؤال بتصور فيه. على أمل يكون فيه. الحمد لله فيه. هيو فبيجي سؤال هيك بقول using least recently used algorithm. هيو مثلا هان بدي يضيف عندي بلوكس وبدي يضيف هن على الكاش على الست، الست كم هي 2 شايفينها هي، فبدي يضيف اول شيء بلوك 0، بدي اعرف كم عندي ست اول شيء، find the miss and the set مفروض يكون معطيني معلومة كم ست عندي. والسؤال متوقع فرع ثاني، يعني في فرع فوق، في فرع فوق بقول ان في عندي 3 بت للست معناها عندي 8 ست و2 واي هي، فمعناها اي بلوك باخذ موديولس 8 وبحسب مكانها، فهي 0 0 4 4 7 7 8 8 موديولس 8 0 16 موديولس 8 0 فبنصير هيك. ها فأني محل الزيرو أول شيء بلوك زيرو وبعدها جاء بلوك ثمانية، انسى هذا بلوك ثمانية، تمام؟ وبعدها بلوك اتناعش في أربعة، هاي بلوك اتناعش، هاي كنا مخزنين أربعة من قبل وهي اتناعش، تمام؟ بعدها بلوك ثمانية إجا هت ولا مس؟ هت. ليش؟ لأنه موجود هون، شايف الباقيات مس لأنه ما كانش موجودات في الكاش، هاي هيت وخلص ولا كأنه صار شيء. بلوك زيرو إجا، هل هو هيت ولا مس؟ كنا كان جاي 16 شوي بعد ما جبنا زيرو 8 كان جاي 16 محل مين لازم يكون؟ بما إني بستخدم least recently used فهي البلوكس إنه 0 4 7 8 16، تمام؟ برفع استخدمت الثمانية معناها مش هي، معناها محل الزيرو، فبشطب الزيرو بحط 16، تمام؟ بعدها بمشي 12 8 اجت الثمانية هل هي تو لمس؟ هيت. بعدها اجت الزيرو محل مين؟ بشوف بعد السبعة بعد ال 16 شو كان؟ 12 وبعدها 8، فإذا اجت الزيرو مش محل الثمانية، محل اللي ظلت 16، فهي الزيرو محل ال 16، وبعدها ال 16 محل مين؟ محل الليست ريسنت، محل اقدم واحدة ما استخدمتهاش، قبل شوي ساعة بستخدم الزيرو فظلت مين؟ الثمانية هي 16. فهمتوا كيف الريبليسمنت بيكون؟ اخر يعني اقدم واحدة حد بستخدمها، لو الفيرست ان فيرست اوت لا مش هيك، بصير شوف انو الاول واحدة فيهن دخلت على
على الكاش هيت اللي بستخدمه. ولو واحد اجت هيت مثلا 8 اجت هيت بعتبرهاش دخول جديد على الكاش، الهيت مش دخول على الكاش، ما ليش خاص. مافريس ديسنت يوز الهيت معناها اني استخدمتها قبل شوي فبتفرق معي، اما فريس في الفيرست انفيرس ما بتفرقش معي يعني من مره. تمام، فهي سؤال يعني مثال بتصور واضح منيح منيح تحلو وتصفي اي اسئله يعني مثل هيك ما بتصورش. جميع الافكار مر علينا شوي بشوف شيء هيك. لو كان مثلا اعطى هيك فيزيكال ادرس وقال هيت او ميس بنصير نعرف اي شو رقم السيت، بنصير نعرف شو رقم السيت من خلال هاي الاشياء، بنصير نعرف هل هيت او ميس من خلال التاج. اذا التاج متساوي، اذا التاج متساوي مع اي واحدة من المخزنات في هاي السيت معناها هيت، مش متساوي معناها مس ودخلت. تمام، فبتصير شوي بدها شوية يعني صحصح. تمام، فبس هيك جميع الاشياء الريبليسمنت الجوريثمز بتصور هيك، ما في شيء افكار اكثر من هيك. فهيك بنكون تقريبا خلصنا جميع الاشياء اللي من اياها، وحتى الاسئله اللي بتكون بتوقع بتكون هيك جميع. والفيديو وهذول الاسئله انا عندي مجموعه اسئله بتصور في برضو مجموعه كويسه غير اللي يعني بتشمل اللي حللناه اشياء ثانيه اسمها أسئلة كاش معقولة، يمكن هاي أسئلة متنوعة وشاملة جميع شيء، فإن شاء الله برفع لكم إياهم برضو تستفيدوا منهم. يعني بتشوفوا السؤال والحل، وبتصور مع جميع هذه الأفكار اللي شفناهم ما ظلش أي فكرة ثانية جديدة نشوفها، بس لو تبعتوا مع جميع شيء كنا هيو هاي يعني شايفين جميع الأفكار اللي ممكنة ومع حلول. شايفين يعني الأشياء اللي كنت ناسي أقولها أن الفول أسوشيتيف هي بس مش كنا نحط أوفسيت وتاج واللي هي الأدرس، هي إذا فول أسوشيتيف بنزلناش إلا تاج وأوفسيت، لأن كنا جميعهن ست وحدة ففيش إشي يقول لي أي ست فيه، جميعهن وان ست. فهي الأشياء اللي كنا بعدها خلص جميع الأشياء هاي تطبيقية يعني بتصور ما بتخليكم كثير إذا كنتم مركزين بس شفتوا الأشياء. هذه كبراكتس كثير منيحه يعني تضمنوا ان تدربتوا كثير منيح، فان شاء الله برفع لكم اياها هاي واتمنى لكم كل التوفيق. يعني خلصت لكم بالثلاثه الحمد لله، بتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله ما تنسونا من دعواتكم في الامتحان، وان شاء الله الامور بتمشي كل خير وبنتي الفصل على سلام ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه وموفقين ان شاء الله في امتحاناتكم. سلامات.